أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن الاحتفاء بكافة عناصر الموروث الشعبي تحظى بالاهتمام لما تمثله من ارتباط بالهوية البحرية ومكونات بيئتها، منوها بما تحظى به مختلف الفعاليات المتعلقة بهذا المجال من دعم من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ولدى زيارة سموه بحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بطولة مملكة البحرين للسلق العربي والمقامة في قرية البحرين لسباقات القدرة بالزلاج، وقد نوه سموه بما شهدته البطولة من إقبال من ملاك السلق العربي على فعالياتها. وقد قام سموه بجولة في مختلف أقسام البطولة حيث تضمنت مسابقات لجمال السلق العربي، هذا وقد توج سموه الفائزين في فئات المسابقة.